معرض اليابان حلال اكسبو 2014 هو أول معرض يتم تنظيمه في البلاد للمنتجات الغذائية الحلال أو المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، في محاولة لإظهار كيف يمكن أن يكون الطعام الياباني شهيا أيضا للمستهلكين المسلمين. شاركت في المعرض الذي أقيم على مشارف العاصمة طوكيو 59 شركة يابانية وعالمية لتصنيع المواد الغذائية، ويقدم العارضون تشكيلة من مكونات الأطعمة اليابانية منها مكرونة أودون ورقائق التونة المجففة ومسحوق الشاي الأخضر. ويجرى تصنيع كل هذه المكونات بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، والكثير منها حاصل على شهادة بذلك من السلطات المختصة. وقال منظم المعرض الذي تم تنظيمه الأسبوع الجاري إن إقبال الزوار عليه أذهلهم، إذ بلغ عددهم نحو 3300 زائر، مما يعتبر نجاحا أكبر كثيرا مما كانوا يتوقعونه. وأوضحوا أن انخفاض سعر الين الياباني أدى إلى زيادة عدد السائحين الأجانب، وبالتالي حضور مزيد من المسلمين إلى اليابان. وأعربت سيدة يابانية دخلت في الإسلام قبل 14 عاما عن سعادتها برؤية مزيد من الطعام الياباني الحلال في المعرض. أنا سعيدة بتوافر مكرونة أودون المصنوع برقائق حلال. وتقول إحدى الشركات المتخصصة في أبحاث الأسواق الإسلامية إن سوق تصنيع وإنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات الحلال ستنمو إلى ما يصل إلى 1.6 تريليون دولار في أنحاء العالم بحلول عام 2018، صعودا من حوالي تريليون دولار في عام 2012. واليابان ليست الوحيدة في اتجاه نمو المنتجات الحلال في العالم، وخاصة مع استعدادها لاستقبال مئات الآلاف من الزوار المسلمين قبل انطلاق أولمبياد طوكيو عام 2020. خالد حسين، رويترز.